نشرة وجولة إخبارية مفصلة تأتيكم من صالة التحرير اليوم السابع، وإلى أهم العناوين. تصريح غريب من إثيوبيا عقب تعدها بعدم ملء السد دون اتفاق. تنفيذ حكم الإعدام على الليبي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات. حي على الصلاة، مساجد مصر تستقبل المصلين بعد 100 يوم من تعليق الصلاة. وحبس سما المصري 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق. وإلى التفاصيل، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرنس لمناقشة قضية سد النهضة. وأوضحت رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول 3، مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني ونهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وستقام جلسة لمناقشة القضية يوم الاثنين المقبل. وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبا أحمد بيانا غريبا اليوم، قال فيه إنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا بملء سد النهضة في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث ستستمر أعمال البناء المتبقية. ونفذ اليوم حكم الإعدام على الليبي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات في 2017، جاء ذلك نقلا عن التلفزيون المصري، حيث كانت المحكمة قد حالت أوراق المتهم الليبي عبد الرحيم المسماري لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وبدوره قال لواء محمد مشهور والد الشهيد البطل إسلام مشهور شهيد حادث الواحات أن ثقته كانت كبيرة في الدولة المصرية منذ أن استشهد أبناؤنا، وكان على يقين بأن دماء الأبطال لن تذهب سدى، لا سيما في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طمأن القلوب متقدما بالشكر للرئيس السيسي نيابة عن جميع أسر الشهداء. انتهى اليوم 94 من حذر التجوال وسط أجواء من البهجة والاحتفال والسعادة بعودة افتتاح المساجد أمام المصلين في صلاة الفجر اليوم السبت. وفي هذا الصدد رصد اليوم السابع سعادة المصلين بالعودة للمساجد في محافظات الجيزة والأقصر وسوهاج والإسماعيلية، مع أولى الصلوات بعد العودة للمساجد وفتحها أمام المصلين من جديد. وفي نفس الإطار عقدت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس صباح اليوم السبت برئاسة قداسة البابا طوادروس الثاني. وارتأت اللجنة الأسقفية مع مجمع الكهنة في كل إبراشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة 2 أسبوع أو أكثر، أو فتحها تدريجيا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مراعاة كاملة وشاملة وبصورة جدية، مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إبرشيات الكرازة المرقصية يومي الأحد والجمعة ووفقا لقرار مجلس الوزراء. كما أجلت اللجنة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية حتى منتصف يوليو، حيث أنها تشهد ارتفاعا في نسب الإصابات والعدوى، ويعاد وقتها تقييم الموقف. تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أطلقت الداخلية المرحلة 13 من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. وفي تقرير خاص لليوم السابع عبرت مجموعة من السيدات وربات المنازل عن تقديرهن للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال الشوادل المتواجدة في كافة ربوع الجمهورية. وتهدف المبادرة لتدعيم منظمة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة. وما زلنا مع الشأن المحلي، حيث انتهت منذ قليل لجنة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة البلاغة التي بدأت من 9 صباحا حتى 11 وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد. يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2020-2019 من القسم الأدبي بنين 50602،
ألفاً وفتيات 34,633، إجمالي القسم الأدبي 85,253، وإجمالي عدد الطلاب المتقدمين هذا العام 212,495. وما زلنا مع الشأن المحلي، نقلت هيئة السكة الحديد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة من ميناء الإسكندرية إلى ورش أبو غاطس بالقاهرة الخاصة بصيانة وتجهيز القطارات استعدادا لإدخالها الخدمة الشهر المقبل، حيث قطرتها الجرارات الأمريكية الجديدة إلى القاهرة. وقالت مصادر مسؤولة لليوم السابع أنه تم الانتهاء من نقل العربات وإلغاء الاحتفالية التي كانت مقررة بداية من الأسبوع بميناء الإسكندرية، حيث تضم 22 عربة عادية ذات تهوية دنماركية. وأضافت المصادر أنه متوقع وصول 8 عربات أخرى خلال أيام، حيث تم شحنها بحرا وفي طريقها من روسيا. وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300,000 جنيه ومصادرة المضبوطات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. وكشف أمر إحالة المتهمة للمحاكمة أنها نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام بأنها تبث عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام ويوتيوب. ومن أخبار الرياضة، يعلن مسؤول النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة تفاصيل تجديد عقد السويسري ريني فايلر المدير الفني للفرق بعد المفاوضات المكثفة التي تمت خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن اتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد الذي سيكون لمدة موسم واحد، بعدما وقع المدرب السويسري على عقد أونلاين خلال تواجده في مسقط رأسه لقضاء أجازة هناك تستغرق عدة أيام وسيعود أوائل الشهر المقبل. وشهدت المفاوضات الأهلوية مع فايلر بعض العراقيل في البداية قبل أن ينجح مسؤول النادي الأهلي في إقناع المدير الفني بالتجديد لمدة موسم مستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الجديد. وسريعا وأخيرا إلى أخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية طقسا معتدلا، وشمال الصعيد طقسا حار، وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح نشطة. ليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقسا لطيف على شمال وجنوب الصعيد ويكون معتدلا على السواحل الشمالية. ختام النشرة الإخبارية قدمتها لحضراتكم أنا رغدة بكر وأنا حور محمد. شكرا لحضراتكم على المتابعة. عد هذه النشرة الزميل محمد الحناوي. شكرا لحضراتكم. إلى اللقاء.